العالم يخوض حرباً مع البثور من أجل الحصول على الجينات المقاومة للمناخ والأمراض. وفي الجزائر برزت محاولة من الفلاح لدخول معركة استرجاع البذور الأصلية من خلال تبادل مختلف الأصناف، في الوقت الذي كانت تمتلك فيه البلاد بذوراً نادرة لكنها اختفت. الأسواق الدولية اليوم تطرح بذوراً مهجنة والتي تمنح محاصيل وفيرة. طبيعة ولا في من قديم الزمن شكون اللي تحفظ على البذور؟ هي المرأة. المرأة نصيبها دايرة في كوان في رزمة هكذاك وحتى هذو الاخر من قديم الزمن البذور. البذور حتى في أشجار مع الوضعية الجديدة هذا نشاهدوا باللي الأصناف تاعنا القديمة هي راها يعني تقاوم التغير المناخي هذا. البذور المحلية غير مكلفة وتتطلب كميات قليلة من المياه والأسمدة. البذور موجودة والفلاحين بالعكس ما يبخلوش، خاصة أنهم بالنسبة للمراكز هذه نتاع البحوث سواء الجامعات ولا المركز هذا نتاع سي ان سي وراهم ينبذوا ويشربوا عليه على أساس أنهم يرجعوا للبذور القديمة ويحاول يحسنوها، وخاصة الحبوب وراه القمح هذاك نتاعنا وراه الشعير تاع بكري ودزناتي والشدرة الشعير إلى آخره راهم يسعوا باش نرجعوها، وإن شاء الله راه كاين بحوث كبيرة الجزائر. الإسراع في توثيق أماكن تواجد البذور الأصلية وأصنافها وأسمائها وتدوينها مع جرد وإحصاء البذور المحلية في المناطق النائية والجبلية وتقديمها للمعاهد التقنية من أجل إكثارها، والأهم توثيق معارف ومهارات الأجداد في التعامل مع البذور، والهدف الأسمى حماية بذورنا المحلية من الانقراض. أخيراً، لا خير في أمة تأكل مما لا تزرع.